ما فيهاش شخصيه دي ما فيهاش هي طبعًا. هوايه كده للمشاعر هي فيها يعني محظورات ممنوع التحدث في السياسه في الدين ممنوع الخروج على اللياقه ممنوع استخدامها لاغراض تجاريه يعني ما يبقاش انا عندي شركه مثلا واجي في النص كده اروح عامل لي اعلان عشان انا برضو ما عرفتش باشمهندس انتوا بتعملوا ايه يعني ايه ايه اللي بيتعمل احنا هنا مجموعه هواة في 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 كل انحاء العالم في كل دوله في اكتر من جمعيه زينا وبرضو في هواة احنا على مستوى العالم 3.5 مليون هاوي راديو كل دول عندهم محطات وبيقدروا يتصلوا ببعض يعني بتتكون صداقات طبعا عن طريق الاتصال المتكرر بيبتدي بقى نتناقش في امور علميه خاصه بالهوايه نفسها يعني انا مثلا زي الشاتنج في الموبايل دلوقتي في سوري في الانترنت دلوقتي بس الشاتنج انت بتكلمي ناس ما تعرفيهمش يعني هنا انا بكلم ناس ليهم نفس الهوايه نفس الاتجاه وفيها عمق اكتر فني يعني انا ببتدي اشوف الجهاز ده انا اشتريته مثلا عملت فيه تعديل معين ببتدي انشره باخد اراء الناس الثانيه هي الجهاز ده على فكره المحطه مش الجهاز ده بس ده هو ده اللي قدرت اشيله طبعا لان المحطه ما هو واضح ان هو جهاز قديم حضرتك بتقول قدرت ان تضع عليه بعض التعديلات ايوه الموبايلات بتتطور من واحد كبير لصغير الكمبيوتر هل الجهاز ده ملوش اي تطوير لا بيتطور وده جهاز قديم من الثمانينات النهارده يعني حضرتك بتتابع وبتجيب الجديد دايما طبعا دي هوايه مكلفه برضه جدا وده عقبه ثانيه قدام الشباب يعني عشان يجيب جهاز زي ده يعني بدايه كده يقول لوالده مثلا عايز 10000 جنيه صعبه طبعا هيقول له بتتكلم بالانترنت ارخص بقى اعمل شاتنج بالانترنت لا ده موضوع تاني خالص يعني دي هوايه الانترنت مش هوايه ما يعني الشاتنج ده مش هوايه طيب يعني انا قلت في البدايه ان في عدد من الرؤساء والزعماء اللي هم عندهم الهوايه دي ممكن تذكر لنا من المشاهير اللي هم عندهم نفس الهوايه شوف حضرتك الهوايه دي بتضم من اول الملوك والرؤساء والمشاهير لغايه ابسط مستوى من الناس فعلى سبيل المثال زي ما حضرتك قلت في المقدمه الملك حسين ملك الاردن كان من اشهر الهواه واتصلنا بيه كتير و في بقى زي خوان كارلوس ملك اسبانيا راجيف غاندي مارلون براندو وكتير طبعا يعني عايز اقول لحضرتك لغايه ابسط مستوى بتضمها بقى مش لازم يكون مهندس طبعا ولا يكون حتى هاوي ده كفايه لا لان هو بقى غصب عنه بيخش في النواحي التكنيكال شويه النواحي الفنيه يمكن ناس كتير لما تسمع كده تفتكر ان دي هوايه ترفيهيه لكن برضه حضرتك فيها جزء ترفيهي طبعا جزء ترفيهي ده جميل لكن برضه في بعض نقول المشاكل الكوارث بتنفع وده فعلا بالزبط. حصل في يعني حرب الكويت في اعصاب تسونامي تسونامي انا يقال كمان حتى بمناسبه السير الايام دي على العباره انه في انا طبعا هقول حاجه مش متاكد منها انما ده اللي سمعته انه في واحد هاوي فرنسي سمع استغاثه من العباره دي في الاول طب هو مش حضرتك بتقول انا لازم ليا مكان معين اكون بالجهاز ده ينفع اخده معايا في العباره دي بقى حاجه يعني لا هي العبارة بقى لا هو خد استغاثه الموجه يعني هو الموجه لقطت لكن مش حد معاه جهاز هو اللي في العباره هي لا لا واحد هاوي في فرنسا هو اللي طلع بس ما اعرفش ما كملش طبعا دي معلومه مش متاكد منها عشان طيب يعني حضرتك قلت مثلا داليا كانت بتقول حرب الكويت او تسونامي ازاي وان شاء الله يعني نتعرف عليه اكتر مع لقاءات اخرى مهندس جريس صبحي رئيس جماعة هواة الراديو المصرية بنشكر حضرتك ميرسي قوي يا فندم شكرا وارجو ان يكون اللقاء ده بقى مثمر يجتذب شباب ويكون في اعضاء تانيين فعلا في الجماعة ميرسي قوي اهلا بيك يا فندم